حلقة جديدة من بودكاست أنت الحكم، وحلقة استثنائية جديدة اللي كنا بلشنا فيها الأسبوع الماضي مع المدرب عزت إسماعيل بري جيم أناليسيز عن بلاي أوف. كنا بلشنا الأسبوع الماضي بمباراة هومنتمن أو سلسلة هومنتمن والماريست. اليوم قبل مباراة الحكمة مع فريق أنترانيك سلسلة كمان معنا المدرب عزت إسماعيل. كوتش عزت، صباح الخير. صباح النور، يعطيك العافية. الله يعافيك. شو محضرنا أول شيء لليوم؟ شو الطبق اليوم مثل ما بيقولوا؟ أول شيء يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. بيجي كتير ردود فعل، جريت جوب عم تعمله، كتير انبسطوا اللي عم بتابعوا كرة السلة بالتحليل وب كيف عم تفند الأمور. اليوم أنا وياك رح نحكي عن سلسلة الحكمة والأنترانيك اللي رح تبلش بكرة الساعة 8 مش الساعة 9. صارت على الوان ساعة 8، هي كانت على الوان ساعة 9 بس قربوها ساعة كرمال بتخيل تشامبيونز ليج. بس بكل الأحوال بكرة مباراة أنترانيك والحكمة ساعة 8 المساء على وان. قبل ما بلش بسري حكمة والأنترانيك، خليني أقول ألف مبروك لعصام مقدسي اللي ربح الهودي تبع فريق بورصة أولوداغ التركي اللي عم بيدربه الموسم الماضي، كان كوتش عزت. جواب هو 11 فوز بالدوري. احنا سألنا كم انتصار بالدوري، مش بكل السيزن، كم انتصار بالدوري التركي. الدوري التركي كوتش عزت حقق 11 انتصار. في كتير جابوا 14 فكروا بين الدوري وبين اليورو ليج، جمعوا يورو كاب 3 وينز و 11 حسبون 14 طلعوا 14. احنا سالنا كم انتصار بالدوري، هن 11 انتصار. الفائز هو عصام مقدسي، الف مبروك. كمان سؤال الحلقه اليوم، هيدي جيرزي فريق الحكمه، وكمان سؤال الحلقه رح نقوله بسيء الحلقة. ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب لتشانل انت الحكم. بسيء الحلقة رح نسأل سؤال عن فريق الحكمة والأنترانيك، بتجيبوا بس جيبوا صح طبعا، بكونوا عملوا لايك وسبسكرايب لتشانل انت الحكم، تربحوا معنا هالجوزي لفريق الحكمة. قبل ما نروح سريعا لبلش عميك حكمة أنترانيك، سريعا باختصار مباراة شانفيل وهومنت من 1-0 هومنت، من برأيك انتهت السري 2-0 ولا أبدا لا ممكن شانفيل يعمل جيم اي بمزهر ويقدر يعدل النتيجة؟ ما انتهت أكيد. بعد 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 في جيم، في في فيها تروح لجيم 3، في جيم 2 فيها تروح لجيم 3. بس أكيد مبارح كانت جيم هاي ليفل، الفريقين محضرين كتير منيح. إذا بتشوف كان في تعديلات كتير عم تنعمل هجوميا دفاعيا. إذا بنحكي شوي شانفيل، بتشوف كانوا عاملين جود سكاوتينج. يعني انا كنت بالملعب عم بحضر، بتشوف مثلا كان عندهم سام بلايز عم يلعبون هومنتمن، ديورينج البلايز تلاقي شانفيل يغير الدفاع له من مان لزون، ينطوا الكول تبع الهومنتمن يرجع يقلبوا الديفنس لهم. عانوا كتير كيف بدهم يدافعوا على زاك، وعارف كيف يخلص الجيم. استفادوا من هومنتمن، استفاد من نقاط الضعف اللي عندهم اياها اللي ذكرناها قبل ابراهيم توماس، يعني اللي حكيناه اخر حلقه كذا نقطه هيدا. ومثل ما شفت كنا نقول انه هومنتمن بخلص الجيم بالاوفنسيف ريباوند، خاصه بس يكون في جابي على الملعب، اكثر حدا بيعرف يجيب اوفنسيف ريباوند لفريقه. بتشوف بكروشال مومنتس جاب لهم تو اوفنسيف، جابوا 3 اوفنسيف ريباوند ان رو، واحد لجيمي، 2 لجابي. وكانت الجيم فيها كثير mental stuff. يعني إذا بتشوف في one of the shots أخدوها free throw shots لشانفيل، they missed it. عم بجرب يلم rebounds جرار، عم فاتت basket 2 points، كانت transition mentally أشتوا هون الهومنتمن. شانفيل عملوا comeback، تغيرت الليد كذا مرة، تفاصيل صغيرة بتأثر بس exactly. فرقت على تفاصيل صغيرة اللي قلنا انه حكينا انه بس يجي مارفين from the bench مش حيعطيك بس ديفنس، حيعطيك offensive additions. هيدا الشيء اللي عمله big credit بالهومنتمن اللي صار انه يس زاك حط 33 ومزبوط 20 points لدوين جاكسون، بس مين ما كان على الملعب كان قادر يلعب. مش مهم مين الأجانب أو مين اللاعب، يعني أنت الكي بلايرز فاتوا بأيرلي فاول ترابل صحيح بالهومنتمن. سو جاد خليل لما ظهر
كنا قايلين انه ها حيصير في في ما حسيت في شهور صح. ايه وجع ظهر جيمي سالم عامل ثيرد فاول, وجع عندك جابي عجوميان جابي ايرلي فاول ترابل اثرت عليه دفاعيا على بليك. فات جاد خليل باخر كورتر بعد كان بعد في 8 مينتس عليه 4 فاولز. انا توقعت الشانفيلي يجربوا تو اتاكهم بكل هجمه ليضهروا من الجيم. ما صار هيدا الشيء. جاد بالعكس ضل بالجيم, اخذ وقت لقلع, لما قلع اخذ كونتستد شوتس. ضل ابراهيم توماس شوت من برا. ابراهيم ضل بعدهم ضل عم بشوت بعدهم عم بشوت. ليك هو هيز ا جود شوتر ما فينا نقول لا, بس he's not a shooting guard. يعني هو هيك مباراة بدك حدا يلعب جوا الفريق جيبك لا تلعب انسايد, واذا ما في انسايد جيم ما في اوتسايد جيم ما بتزبط. بس خلص هيدا هو كلاعب, يعني لو بده يتغير كان تغير من 5 سنين. انا حسيت ما بعرف اذا بتوافقني, اما اروح سريعا لانترانيك والحكمه كوتش عزت, انا حسيت انه فريق الشانفيل او الكوتشنج ستاف تبع الشانفيل قدر يحد من خطورة جيرار من مال, أو حتى جاد خليل طلع فاول ترابل بكير. يعني ما عملوا دبل تيم على زاك كرمال تصير أسهل اللعبة لجيرار أو لغير لعيبة. تركوا كير, يعني ما عملوا دبل تيم على زاك أو على غيرك, تركوا كل 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 لعيب على حريته على المان. ما فتح, يعني جيرار ما كان الدومينانت مبارح, بس اللي فرق معهم هو زاك لوفتن بالماني تايم. مزبوط ولا لا؟ إيه ليك شو صار, إذا بدك تحكي عن جيرار بريزنس, كنا عم نقول قبل أنه بالوحدة one of the weakness حكينا عنها أنه البوست أب ديفنس تبع شانفيل مبارح one on one بوست أب كان أحسن بكتير, خاصة اللبنانية وخاصة لما فات على الملعب جو أبي خرس عطيهم بريزنس تحت الباسكت. سو كانت هي أكتر one on one على جيرار under the basket. وجيرار ما فات بالجيم تبعه لأنه usually جيرار بفوت بالجيم تبعه لما يكون عندك جاد خليل ودوين جاكسون سوا. جاد خليل كان most of the time برات الملعب سو ما قدر يشغل جيرار مزبوط. دوين جاكسون امبارح كان عم بيكون اكتر هو الشخص اللي بده يخلص الجيم, يعني واخد good decisions اكيد, بس ما كان اللعيب اللي عم يخلق لجيرار مثل ما كان عم يعمل قبل. اذا تحكي عن زاك لوفتن على كل بيك اند رول كان عم بتشوف توماس از دروبينج بقلب البينت, كمان هيك بتشوف سو ماني ميد رينج شوتس, سو ماني بول ابس اخذهم. ايه هو از دروبينج عم بضل بقلب البينت, هذا الشيء عطاه تشانسز لزاك يرجع يفوت بالجيم. اول جيم ما كان لاقط مزبوط, رجع صار ياخذ شوتات وبعض البول سكرينز كويك بول ابس بعد البيك اند رول خلاه يفوت بالجو. مكانه عم بيحدوا من خطورته, واذا بتشوف خلصها بيعطوه الايزو جيمز, كانوا عم يلعبوا 3 داونز 2 اب, عم يلعب 1 اون 1 يجي هيلب بفضل. برأيك قرار جهاز فني عم بيقول له ما يعلي كتير معه للدفاع, بس عم بيفوت, ما هو بتعرف حتى على الهلبة كتير عم بيطب هو ليزي, بس يخسر فريق بقوله الكوتش. بس اوقات نحن ما بنعرف شو صاير بالفريق, اوقات الكوتش بكون عاطي انستركشن لعيب ما عم يسمع, واوقات يمكن الكوتش قايل له يعمل هيك ويمكن مش قايل له يعمل هيك. لانه بشك انه الكوتش يكون قايل له ما تعلم خليك under the paint don't move he's zoning up he's dropping, ما عم يتحرك, وخاصة على لعيب مثل زاك. يعني سو هيدا المشكلة, المشاكل كانت عندهم. اذا next game game 2 ما بيخلوها زاك في حط 40 next game. برأيك صارت 60 40 لهومنتمن بالgame 2 ولا 50-50 اكيد اكيد. روح لحكمة عطرانيك. حكمة عطرانيك حنبلش بعد شوي الاناليسيس, حنشوف الفيديو تفرجينا اياه. هون التقوا مرتين, ذهاب ربح حكمة 59-51 بديمرجان, بالاياب بغزير 89-75. مباريات كانوا متقاربة, يعني ما قدر الحكمة يعمل هالفرق الكبير. صحيح بالذهاب كان عم بيعاني نوعا ما الحكمة من الاجانب, صعيد الاجانب, غير الاياب اللي خلصوا 89-75. خبرنا شو نحضر. لك هو اذا بدك تحكي عن جيم 2 ما فينا نقول كان جيم متقارب, كانت اول جيم لجيبسون, و يعني بعتقد كان الحكمه مسيطره على الجيم من اولها لاخرها. اول جيم كانت غريبه شوي, الفريقين كانوا مش كامشين, وهي اول جيم نشوف فيها كمان لو سكور هالقد. اكيد الحكمه هلا بمرحله تطور جيم عن جيم, بس هذا الشيء ما بيعني انه حتكون وان سايد جيم, لانه انترانيك فريق مأزي. الحلو بالانترانيك انه ركب صح, والاجانب بيكملوا بعض, واللبنانيين كل واحد عارف الرول تبعه, معظمهم رول بلايرز, بس كل واحد بفوت بيعمل الرول له صح.
الاجانب كل واحد لحاله منه منيح بال بالانتانيك، بس الثلاثه مع بعض سوبر منيح. اوكي اتلتيك رانرز عند في جود كيمستري بيناتهم. والاحلى من هيك انه انت بتشوف كولمان وبتشوف هارفي من احسن الستيلرز بالليج، يعني كل واحد عنده 2 بوينت سمثينج ستيلز بير جيم، هيدا الشيء ما كتير بتشوفه. صحيح. بنفس الفريق اثنين اجانب هن بس ستيلرز، هن ثالث او رابع فريق بالستيلز وبيعملوا اراوند 4 بلوكس بير جيم، 4 بلوك شوتس، منه رقم منه رقم عادي. هذا الشيء بفاجئك انه الفريق ريدي بيقدر يفاجئ الحكمه، فالحكمه ما بده مثل ما بيقولوا يسكر على الربح على الرياضه، واكيد عم بيشتغلوا هلا منتلي ليخلوا اللعيبه يرجعوا يفوتوا بجو الليج يحترموا الفريق الخصم ليقدروا يخلصوا الجيم مثل ما الكل متوقع. حكمه كنا على الحكمه كتير، في حكي عن الحكمة حيكون معنا وقت نحكي الحكمة. عنه للفريق. شو بدك تبلش أنطونيك ولا حكمة؟ أنطونيك يلا مثل ما بدك أنطونيك يلا أنطونيك مرجع مروح على الحكمة مطولا ديل. ما بلش أنطونيك ليك فريق عنده 80 نقطة بالجيم. أوكي. رقم جيد أوفنسيفلي، بس بيستقبلوا 82.4 بوينتس بير جيم. أوكي. إذا بتشوف الأرقام كتير عالية هيدا الليج، يعني كل الفرق عم بفوت فيها 80s وأكتر، ما في إلا الحكمة 76-77. أوكي ثلاث أجانب بس كمان هيدا بفاجيك أنه نحن المستوى اللاعب اللبناني دفاعياً منه بأحسن حالاته، اللعيب اللي بيلعبوا ديفنس بالليج بينعدوا معدودين يعني. اوكي زينون علي منصور ايه بوبو، حتى ما ننسى حدا ما بدي في بيطلعوا 5-6 يعني هول ايه. فعندك ما كتير عندك لعيبه عم يعطوا كواليتي ديفنس، كرمال هيك عم بكون السكور طول عالي ومعظم الاحيان 1-on-1 يعني بتشوف قد ايه احنا بدنا شغل. وهيدا بيرجع مش للسينيور تيمز، هيدا بيرجع للرول اللي لازم يكون عم ينعمل بالاكاديميز لما بدنا نعلم الاولاد باسكتبول، بس صحيح. مش بس نعلمهم كيف يلعبوا مع الطابه، يلعبوا بلا الطابه كمان يعني. اعطوني خلص الريجولر سيزون مركز سادس، حكمه ثالث، مش هيك عملتوا هن مع بعض؟ أنطونيك فريق عنده كتير ويبنز مثل ما قلنا، الأجانب الموجودين عنده كتير منيح مع بعض، عندهم جوردن بيونر. بلش بيونر هو يعني لعيب بيقدر to predict حيالله شوطة، يعني بيعرف يروح بالright direction، بلم offensive rebounds put backs عطول بحط بيستفيد منهم. بالنسبة لحجمه عنده good passing skills، يعني بيقدر يقشع بيلعب من برا لجوا، بس يكون على اللو بوست بيقشع بيشوف الباك دور استعول اصحابه. هيدي ميزه ما بتلاقيها على طول عن البيجز، وعنده 40% عن الثري بوينتس، يعني قليل ما تلاقي لعيب بيج بهيدا السايز اتلتيك رانر وبشوت بهيدا البرسنتج عن الارك. ما حتكون مشن هينه انك تسكر على برونر. يس هو ضعيف على اللو بوست ديفنس، يعني اذا بيلعب كثير عليه اوفنسيفلي ضعيف على اللو بوست، وديفنسيفلي هي كان نوت ديفند اني بوست اب سيتويشن، بس عنده قصص تانية بتخليه يعوض عن هيدي النقطة. سو المهمة الدفاعية على برونر، ما بنعرف مين حيلعب بالحكم يعني. اوكي وصل امبارح نيكولاس ولا ما حسب ما عندي فكرة. أنا بعرف إنه منطقياً إيرلي جيبسون حيلعب، من الثالث ما حدا بيعرف. أوكي. حتكون هيك مهمة منا هين لا يتسكى على بيونر. عندك كولمان. كولمان it's an all around player، هيدا اللعيب يعطيك كل شيء على الملعب. صحيح. بيقدر يعطيك offense، بيقدر يعطيك defense، بيقدر يساعد على كل الليفلز ومن أحلى jump shot shooters. يعني أنا بذكرني شوي بغالب رضا same jump shot منه، وبعدين size له بخليه بيعطيه advantage إنه يلعب على البوست على حيالة guard على حيالة forward. هيدا لعيب يعني سمارت كمان ذكي، عاطي اضافه كبيره لفريق الانترانيك. عم بيعمل مثل ما قلنا 2.2 ستيلز بير جيم، وبتلاقيه على طول انفولد بالاوفنس، على طول انفولد بالترانزيشنز، على طول انفولد بالفاست بريك تبع فريقه. صراحه برافو على السلكشن، برافو على التشويس اللي اخدينه فريق الانترانيك بهول اللعيبه. هون بتشوف قد ايه الفريق عامل سكاوتنج صح لركب هول الاجانب. جميل كولمان 19 نقطه مع تقريبا 10 ريباوند 3 اسيست 2 ستيل بالجيم الواحد، عنده نسبه 3 بوينت
17 من 50 34%, والفيلد جولز كمان 44%. مقبول الفيلد جولز بس برجع بقول لك هو اول اراوند بلاير, يعني بتشوف وين مكان ديفنسيفلي اوفنسيفلي. اوكي ومثل ما بتشوف يمكن لك الحكمه وال والانترنيك الشيء المشترك بيناتهم انه يمكن عدد الاسيست لهم قليل بس عندهم لعيبه بحبوا كتير يركضوا على الفاست بريك. يعني كمان هيك بقول لك طابتهم ما عم تبهم, لا مش هيك. الكاركتر والكواليتي تاعيت اللعيبه الموجوده بتحب تلعب رانينج جيمز. يعني كمان هيك بتشوف انه الانترنيك كتير بحطوا باسكتس على الفاست بريك, الانترنيك كتير بيلعبوا ذا جيت ذا ريباوند او بيعملوا ستيل لونج باسز اوبن كورت جيمز. كريستين هارفي من احسن اللعيبه اللي بيعملوا هيدا. كريستين هارفي هو الموتور هو الموتور تبع الفريق. عم يعمل شغله كتير منيح. أوكي. بتشوف انه هو very good spot up shooter, يعني ما فيك تغلط معه وتعطيه chance انه يشوت. مثل ما قلنا كمان انه كتير منيح بالستيلز, كتير بيعمل ستيلز coast to coast finisher, واذا بشوف any lazy defender بوجهه quick punishment على السريع بروح على الباسكت 1-on-1 بياخد باسكت باسكت ان اوقات. والحلو بكريستيان هارفي انه من اللعيبه اللي بتقدر تروح from both sides على الباسكت, يعني ما عنده weak side, في يروح يمين في يروح شمال. هيدا هيدا big advantage, وعنده القدره to control the speed وto control the directions له. يعني في يروح يمين يرجع يغير السبيد له يروح شمال. منه one speed player, منه one way player. وهذا الشيء بيصعب مهمة المدافع عليه, يعني طلع على طول هو one step over الديفنس. وهي وحيأذي الحكم كتير, لأنه هلا بتشوف بفيديو الحكم إنه فريق عقد ما هو منيح كتيم ديفنسيفلي عقد ما إنه one on one في استهتار ببعض المحلات, يعني 1 اون 1 ما بحطوا انرجي كتير بعض اللعيبه اون ديفنس. واذا بتشوف مثلا هيدي اخر لقطه, اذا فينا نعيد اللقطه اللي قبلها بليز, اللي قبل هيدي قبل هيدي بليز. يس هلا بتشوف انه هلا بس يكون في حيلا مس مات سيتويشن بتلاقي انه هو ما بيتردد انه يستفيد منها. هلا طلع مثلا صار في سويتش هون, سو بتلاقي هي اتاك ذا بيز لاين عمين على ابراهيم توماس, لانه هي سو انه ابراهيم منه ما بيقدر تو ديفند هيم 1 اون 1 منه في مس ماتش له استفاد منها. ذكي بيقرا صح, ادفانتج كتير كبير حيكون وادد فاليو كبير لفريق الانترنيك. معدل 22 نقطه 3 ريباوند و3 اسيست. لك اذا بتشوف بعتقد اجانب الانترنيك سوا معدلهم 60 نقطه بير جيم. صرت عم تحكي منه رقم هين. وهلا في عالم بتقول لك ايه واجانب ولبنانيه, بس فريق بهيدا البادجت مركب كتير صح, عم يعملوا يعني they are over achieving. الكريدت بيروح للكوتشنج ستاف على هيدا الشغل اللي عم يعملوا, وعندهم identity. يعني بس تحكي عن تانيك في هوية, خلص كل واحد معروف شو بيعمل, كل واحد حافظ الرول تبعه. حتى لبنانيا يعني عندهم سليم على قديم, سليم يوسف عطوس. انا بحب كمان كوبالي, يعني كوبالي بس اذا بحسن شوي ال 1-on-1 defensive ability اللي عنده بيعلى ليفل له اكثر. يعني كوبالي كتير منيح عم بيكون اوفنسيفلي. انا يعني كنت متابعه من هو وبالمدرسه, يعني كان عم يتطور كتير. بعتقد في محلات قعد كتير على البنش, ما اختار الفرق صح, هلا عم يرجع يلعب. شفته باخر جيم مع شانفيل, بس عم بفوت على الملعب عم يعطي اوفنسيف ادينج فاليو. ديفنسيفلي فيكون احسن بعد, وعنده بعد ميرج كبير لانه يتطور ويتحسن. يوسف غنطوس عم بيكون رائع. خلينا يعني نشوف يوسف غنطوس. عم بحكيك عن جيمي نخلة, كان بيهمني جيمي نخلة رجع من الاصابه. جيفتد سلاشر, فلويد بودي, بتلاقيه بيتحكم بجسمه مثل ما بده. بيعرف كتير يخلص with contact. يعني عندك يوسف وسيرجيو واحمد ابراهيم ووائل, من احسن اللعيب اللي بيقدر يروح على الباسكت with contact, ومن اللعيب اللبناني القليل اللي بيقدروا to finish بالإيتان. هيدي advantage كتير كبيرة. quality pull up shooter, quality pull up shooter بشوت كتير منيح. بس مفضل انه
يخفف عدد الاتامبتس عن الارك لانه البرسنتج له ما عم بيكون منيح ما عم بيكون خاصه عم بياخذ اوبن شوت صح عم بيكونوا جود ديسيجنز بمحلات أوكي. بس هي شود نوت فورس لياخذ الثريز يعني اذا ما عم بحط 3 بوينتس ما انا اخر الدنيا هو من احسن البول اب شوترز بشوت ميد رينج لونج رينج فيري جود سلاشر سو هول السترينث بوينتس لك وعلى طول حلو بالباسكتبول انه لعيب يعمل اللي هو منيح فيه يعني صح. اذا انا منيح بهالشغلة بعملها كمل فيها اذا انا مني منيح بتجنبها ايه سو دو وات يو ار جود ان مش اكثر ايه عن 3.11 نسبته وات 22% ايه لو برسنتج صراحه لو برسنتج البيجز كنا عم نحكي عن جيمي وكنا جيمي عم نحكي عن احمد ليك جيمي بعد ما لعب كتير اخر فتره بس جيمي بوتنشل سترونج بودي بيعمل بوكس اوت صح بيتحرك على اللو بوست صح ديفينتلي لازم يكون شوي اسرع بالرياكشنز له كتير مهم كبيج يكون عنده كمان passing skills لأنه هو الكابيك حيكون العطول المان تبعه مثلا أكتريت الوقت أجنبي صح so بده يعرف أنه when he struggles بال1-on-1 offense يكون عم يقشع الأكسترا passes يعرف how to skip the ball from strong to weak side وبس بعد عنده كمان مثل كوبا اللي عنده merge كبير ليتطور إن شاء الله الأنترنيك يحافظ على هيدا الجروب من اللعيبة بالسيزن اللي بعده وأكيد حيكونوا بغير محال يعني صور جدد ولا كوت جورج عقيقي بتخيل smart decision يعني شو نقاط القوة بعد والضعف عند الأنترانيك؟ ليك الأنترانيك عنده مشكلتين صراحة بعتقد يستفيد منهم الحكمة بشكل كبير. ليه هن؟ الحكمة عنده لعيبة بتلحق الشوطة على ريباوندز مثل عمر جمال الدين مثل بوبو مثل إيرلي فشفت أنت كيف ربحوا الأوفر تايم 2-3 أوفنسيف ريباوند بالأوفر تايم 2 ميناتهم لعمر جمال الدين صحيح وعقد ما هيدا الفريق بيركض على الأوفنس عقد ما هو explosive offensively defensively يعني they are lazy بمحلات يعني أوكي. بتحس بمحلات لعيبة انه يلا خليهم ياخدوا الشوطة لنروح على الأوفنس منحط الفيديو خلينا نشوف الريباوندينج شو اسمه transition defense تبع الفريق on transition الفريق they struggle يعني ما بيأخروا الانتري باس ما بوقفوا البول هاندلر early ولا مرة شفتهم they are bumping the trailer في كتير جاب بالترانزيشن وبتحسهم البوزيشنينج لقلهم ليك مثلا this situation منهم ان organized on transition فهيدي نقطة بعتقد ممكن تعمل فرق بجيم مثل الحكمة مثلا طلع انت عطول بتحس انه the least effort possible the least effort possible هلا بتلاقي كتير open court games طلع no one is stopping the ball handler يعني سيرجيو the middle is open حطوا له red carpet ليروح على الباسكت ومش مرة واثنين عم بتصير كذا situation يعني لعيب مثل علي مزهر ما فيك ما تأخر الانتري باس تبعه ما فيك تعطي فريق مثل بيروت هالقد chances انه يركض ومش بس بيروت صارت بكل الجيمز هيدا نقطة حيعاني منها الانترنيك ان كيس ما علاجه قبل المباراة عنده صح لعيبته اوفنسيفلي منيح كولمان 1 اون 1 ديفنس منيح بس ذا ايشو عم بكون على ترانزيشن ديفنس وهيدي من النقاط اللي لازم يكون على عم ينشغل عليها والحكمة حيستفيد وحيستفيد كتير منيح خاصة هلا ايرلي واحمد ابراهيم وجيبسون الحكمة حسن كتير الترانزيشن اوفنس له فرقت معه كتير ما حتكون هينة على الانترنيك لانه يحدوا من خطورة الفاست بريك تبع الحكمة سو هيدي واحدة من النقاط الاساسية اللي لازم يكونوا عم بيعالجوها واذا بتحكي بعد ديفنسيفلي في رولز واضحين وفريق منظم يعني رولز والانستركشنز واضحين بس ليك هيدا تشالنج بعتقد بعانوا منه كل الفرق اللي عندها ثلاث اجانب على الملعب لانه بتعرف الاجنبي اكثر شيء بهمه ارقامه يعني بهمه لو قد ما لاعب عتاك ديفنسيفلي بس بهمه ارقامه ف بتلاقي انه الفريق عم بيكون يعني منهم ان جود ستانس بوزيشنينج نو فايتنج سبيريت ديفنسيفلي بتلاقي everyone ليك اوت everyone ران اون ترانزيشن بعد ما اخذوا ريباوند يعني everyone wants to score so they have to chill a bit بده يكونوا more organized عم بيكونوا unbalanced defensively الطابه بس عم تروح على اللوبوس بتلاقي كل الفريق
around the big big guy, the post player. They are over helping. Okay. كلهم they are packing. في كتير gaps, كتير open shots, unbalanced. وبعانوا كتير بس يكون في لعيب عم يلعب على low post عليهم. يعني إذا بتشوف اليوم إذا دانج أو early بنزلوا بيونر أو كولمان بيلعبوا على البوست, أنا بعتقد هيدا حتكون مشكلة كبيرة على الأنتوني. فينا نشوف الديفنسيف فيديو هلا, طلع مثلا علي حيدر, أوكي 1-on-1 ليك 3 players triple team على علي حيدر for no reason, وعلي حيدر ما بيقش على الباس بسهولة. سو هون كمان اللي كنا عم نحكي عنه offensive rebounds, lazy on transition defense, everyone تحت الباسكت, لك الجاب unbalanced, ما في good link بين the first and second defensive line, the defense عندهم. فإذا اليوم أو إذا بكرة سوري الحكمة بيعرفوا يلعبوها صح, بتنزل طبتهم على low post, they skip the ball مزبوط, بيقجعوا الجاب وبفضلوا للشوترز لإلهم, بعتقد حتكون مشكلة المشاكل عند أنترانيك. أنترانيك عنده كتير نقاط قوي, بس طلع كل low post action بتلاقي في double و triple team بمحلات, الاتنشن تبع اللعيبة عم بكون على البول most of the time. So بيعالجوا هالمشاكل حيكونوا كتير منيح, بضلهم عم بيضبوا بهيدي الطريقة. بعتقد الحكمة فريق بحب هيدا النوع من اللعب, وخاصة بوجود early هلا بلش يركب مع الفريق أكتر. حيقشع جيبسون, حيقشع أحمد إبراهيم. أحمد إبراهيم إذا بتشوف الكونكشن هلا منشوفها بينه وبين جيبسون عم تكون كتير منيحة. فهول نقطتين أساسيتين بدو يكونوا عم جربوا يعالجوهم الأنترانيك لحتى يقدروا يلعبوا كلوز جيم مع الحكمة. سري بيناتك كيف بتشوفها, قدي النسب قبل ما نروح للحكمة, أنترانيك قادر يفاجئ الحكمة؟ ليك الحكمة فريق فيه يربح أحسن فريق بالليج, وفيه يخسر ضد أقل فريق بالليج. أوكي. لأنه فريق مودي يعني, فكرمال هيك منا مستبعد أنه الأنترانيك يفاجئ, بس أنا برأيي بعتقد الحكمة بخلص 2-0. فبس كل شيء معقول يعني, ما فينا نقول خالصة السري, لا, لأنه الحكمة كمان فريق متقلب المزاج يعني. أوقات بيكونوا up, أوقات بيكونوا down شوي, هيدي هالمشكلة واحدة من المشاكل اللي عم بيعانوا منها. فينا بعد نكون عم ندوي آخر نقطة على الأنترانيك على offensive rebounds اللي بقتلها عطول. في عندك ما بتلاقي لعيبتهم عم تعمل box out, كله لاحق الطابة. عمر اليوم أو بكرة حيعمل فرق كبير بس يكون على الملعب, وأحمد إبراهيم وإيرلي وبوبو, يعني هيدي الكومفورت زون لإلهم. easy إنك claim offensive rebounds عليهم. عمر جمال الدين بده يعمل فرق كبير بكرة, بس برجع بقول لك يعني هول المشاكل بينحلوا, هيدا كله بيعود يعني, هيك قصص بتعود للول تبع اللعيب, قد ايه انا متعطش لاخد الطابه. ما يكون هم الاساسي بس روح العب اوفنس يعني, حرام كل هيدا الافورت والمجهود اللي عم يعملوه اخر شيء يترجم بهيدي الطريقه. يعني قد ما تلعب جود ديفنس فيك تلعب 23 seconds great defense, بس من بعدها يروح تعبك كله لأنه فريقك ما قدرت تلم الريباوند, أخذوا offensive rebounds عليك. ففي في في مجهود بالفريق عم ينحط, أو في مجهود على الفريق عم ينحط. أنا هون بقول إنه اللاعب لازم ياخدوا مسؤولية أكتر, مسؤولية دفاعية انه بدي اعمل بوكس اوت exactly وخلاص يعني, هيدي الطابة لإلي ما حدا فيه خدها مني, بس يشوفوا بعد كل شوت كويك بوكس اوت, ما بيقدروا يغلطوا بهالطريقه. دي من اساسيات اللعب البوكس اوت. وعلى فكره مشكله البطوله مشكله البطوله كلها 1-on-1 ديفنس اند بوكس اوت. معظم الفرق عندك ثلاث نقاط, ترانزيشن ديفنس, بوكس اوت, 1-on-1 ديفنس. معظم الفرق عم بيعانوا من هالمشاكل. قبل ما اختم أنترانيك, عندك شيء تقوله قبل ما اروح على الحكمه؟ في شيء أنترانيك بعد بدنا نقوله؟ لا, فينا نقول انه tough series حتكون حلوة. بعتقد الأنترانيك عارفين أغلاطهم منيح, بعتقد ما حنشوف هالأغلاط بجيم الحكمة. حيكون في شغل كتير كبير, كله يعتمد على الول تبع اللعيبة واستجابهم وقديه هن مأمنين انه بيقدروا يربحوا.
ف جود لك اكيد ان شاء الله يلعبوا سيري حلوه بلا اصابات، واكيد كل ما تكون الجيم كلوز كل ما الجماهير والعالم عم تستفيد انه تحضر جود باسكتبول. طيب قبل ما اروح على الحكمه خليني ارجع اعرض جيرزي لفريق الحكمه بيروت، هذه اللي تربحوها بدكم تجيبوا على سؤال اليوم وتعملوا لايك وسبسكرايب لتشانل انت الحكم على اليوتيوب. سؤال هو انترانيك والحكمه اي سيزن التقوا بنهائي بطوله لبنان لكره السله؟ هذا هو السؤال، سهل كثير. انترانيك والحكمه اي سيزن لعبوا نهائي بطوله لبنان لكره السله؟ اللي بيجاوب صح بيربح هيدي جيرزي فريق الحكمه بيروت. طبعا شرط يكون عامل لايك وسبسكرايب للشانل انت الحكم على اليوتيوب. عزت نعم، شو محضرنا للحكمه؟ ليك الحكمه مثل فريق بطوله الحكمه، اكيد فريق بطوله الحكمه. لا حاسس مش عم تقولها مقتنع، عم اقولك إيه؟ مش مقتنع، حاسك عم تقولها مش مقتنع. لا ما في الحكمة ناطرين. لا أنا أقول فريق بطولة، هو فريق بطولة بس برجع بقول لك الحكمة فريق متقلب المزاج، فريق مودي. عندهم بعض المشاكل اللي لازم يكونوا عم بيعالجوها، ومعظم المشاكل منها تكنيكال. يعني إذا بتشوف أنت عندك مدرب الكوتش جاد هو ديفنسيف كوتش، أوكي، بس معظم اللعيب الموجودة عندك هن عندهم مشاكل دفاعيه 101. يعني مثلا اكيد كل العالم بتحب جيبسون وهي ذا سوبر ستار اوف ذا ليج، وان اوف ذا بيست سكوررز، بس كمان انت مع جيبسون على الملعب عندك مشاكل دفاعيه. هيدا اول نقطه. احمد ابراهيم احسن 3 بالليج، اوكي. انت ليك ملا 2 بيج نيمز احمد ابراهيم وجيبسون ذا بيست سكوررز بالليج، بس كمان عندك مشكله 101 ديفنس مع احمد، ليتس فيس ات. حتى رغم الطول احمد على طول على الكلوز اوت، هل شفت بالرياضه شفت الجيمات اللي قبله على طول اون كلوزنج اوت 101 هيز بينج لوز ليزي، فهيدي وحده من المشاكل. ما بحب يدافع، وبعدين بينقص الفريق اورجنايزر، يعني بدك حدا يقدر ينظم على الملعب اكثر بوجود كل اللعيبه كلهم بحبوا الطابه، ايرلي بحب الطابه، احمد ابراهيم بحب الطابه، جيبسون. هون عم ناخذ شوي من رول بوبو وعزيز وعمر، لانه هيدا كريم ما عم بلاقوا حاله بعد بلاقي، سو بدك حدا تو اورجنايز الفريق بعد على الملعب، وهيدي الميسنج بيس تبع الفريق. هلا از اورجنايزر، هلا انا اكيد ما بنعرف شو عم بيصير بالفريق، هيدي القصص ما بتكون عم نقيمها. عندك رودريك موجود كبوينت جارد اورجنايزر، بس رودريك ما عم يلعب. هلا شو الاسباب ما حدا بيعرف، ما فيك تعرف لانه ما احنا مش موجودين بالبراكتس لنعرف شو عم بصير. نزل اخر مباراتين صار في مثل هيك هجوم عليه قبل الجمهور انه ادائه مش كتير عاجب بالجمهور. ليك ما هو لعيب لما يبطل يلعب كتير تلقائيا بده يفقد حسة الملعب، ببطل في جود كونكشن بينه وبين الطابه. يعني انت ما اعطى الوقت لرودريج، ما في يقول ما في يقول ضد. هو قلت لك نحن مش موجودين بالبراكتس، ما بنعرف كيف عم يتمرن، ما بنعرف اذا هل هو هيز فولوينج الكوتش انستراكشن او لا. اوكي ممكن يكون رودريج الحل ببعض المحلات، اوكي، وممكن يكون في غير اسباب. بس اذا بترجع للفريق ان جنرال، فريق عنده كل شيء ليكون باحسن صوره ممكنه. فريق فيك تقول انه فريق بطولة، عم بجربوا اسبوع عن اسبوع جيم عن جيم يعلوا الليفل لهم، عم بجربوا يكونوا باحسن واحسن ويحسنوا الاغلاط اللي عندهم اياها. هلا during the الحلقة حنكون عم ندور على نقاط القوة اللي عندهم اياها. شو ما نبلش؟ فينا نبلش كنا عم نحكي بالبلايرز، فينا نبلش عن جيبسون. جيبسون هو مثل ما قلنا هو سوبر ستار، عطول اول رانر على الفاست بريك، هي اولويز ليك اوت، بتلاقيه موجود بحب الطابه كتير، عنده تندنسي تو اتاك ذا باسكت ايرلي، يعني بس يشوف لعيب تراخى معه على الديفنس بتلاقيه هي بانشت اميديتلي، في يوقف ويشوت دغري، وعنده جود كورت فيجن على فكره منه هين، وخاصه مع احمد ابراهيم ريليشن بينه وبين احمد ابراهيم على الملعب كتير منيحه، معظم الاسس اللي بيعملهم لاحمد، ومش مقبول شو هيدا الريليز اللي عنده اياه، اسرع ريليز يمكن اجى على الليج بعتقد.
كويك ريليز على طول ريدي للكاتش اند شوت والسلف كونفيدنس اللي عنده اياها بتخليه ياخذ هيك نوع من الشوطات يعني لانه مش كل لعيبه فيها تاخذ هيك شوطات كواليتي بلاير هاي كواليتي بلاير هاي ليفل بلاير ولعيب يقدر ياخذ المسؤوليه باللحظات اللي انت بدك اياها طلع مثلا عمر لما بعد الريباوند بعد الاوفنسيف ريباوند لمين عطى الباس لجيبسون لانه هي نوز انه هيدا اللعيب بيقدر خلص الماتش الجيم في تراست هو عنده ثقه بحاله واتس اوبفيوس انه اللعيب بيوثقوا فيه بيج اوفنسيف اديشن للفريق ما بعتقد اجى لعيب سكور على هالقد على لبنان حتى مين اصلا شويه يعمل بنتريشن على السلة اكتر يكون بلش يعني له فترة اول ما اجا كانت لقيه عم بيتحرك بس على الارض ريسنتلي تحسن طريقة لعبه يعني عم بتشوف جيبسون عم بفوت على الباسكت اكتر عم بيقشع اصحابه ببعض المحلات عم يركض على الفاست بريك كان قبل يروح على الفاست بريك يوقف ويشوت هلا لا عم تشوفه هيز بنتريتنج تعليمات المدرب انه اتاك اكيد يعني لانه صار عندهم مشكلة بعد الجيمات كانوا عم بيشوتوا 40 شوط على الارك بالجيمز بطل في انسايد جيم فهلا لا لعبه بلش يتحسن يتطور ومين ما كان اللعيب بده وقت ليفوت بجو يتاقلم ليفوت بجو الفريق بيج اديشن جيبسون اضافه مش بس للحكم اللي ليك حلو نشوف هيك لعيب وهيدا اللعيب بخلي لعيبتك اللبنانيه يصيروا أحسن. احسن لانه انت بدك تسال هلا بالبراكتس مين عم بسكر على جيبسون قد ايه عم يتحسن اللعيب عم بسكر على جيبسون ومين اللعيب اللي عم بكون عنده تشانس وعم بكون عنده حظ انه تسكر على جيبسون وبحسن الكوتشز بنفس الوقت لانه الكوتش بده يسال حاله اللي بده يلعب ضد الحكمه انا كيف بدي سكر على جيبسون يعني شو لازم اعمل اوقف جيبسون كل ما يعلى الليفل كل ما الكل يكون عم يتحسن اللعيبه بين بعض لعيبه الفريق الثاني والكوتشيه بالليج بكونوا عم بيصيروا كرياتيف اكثر حتى مع انضمام ايرلي ساعدهم كثير ايرلي على الملعب لعيب من الصعب انك تتوقع شو ممكن يعمل لانه عن جد بيعمل كل شيء هلا ما بعرف بيجمع الحكم شوي مودي بمحلات اوقات بتلاقيه ليك ما لانه هن كل معظم كاركتر لعيبتهم هيك الكاركترستيك تبع اللعيبه مودي شوي هيدا الشيء اللي عم يعكس الايمج على الفريق ما لازم تضل هيك يعني خلص لازم يعرفوا نحن عم نلعب مع فريق الحكمه نحن مش عم نلعب مع فريق بعده طالع جديد على الفيرست ديفيجن انا بعتقد انه هول اللعيب ما بيعرفوا تاريخ النادي كلهم لانه لو بيعرفوا بتحسهم بغير مود خلص الويننج منتاليتي بدها تضل تكون موجوده انه نحن عالم مننتمي لهيدا الفريق بنلعب لهيدا الجيرسي نحن هون بس لنربح بطوله ما في شيء ثاني اذا بتعمل فاينل ما عملت منيح يمكن تكون جود ريزلت بس لاسم نادي الحكمه لو عم تلعب بالاندر 18 انت مجبور تربح بطوله صحيح القد هيني وعلى طول التارجت بطوله لو مين ما كان معك لعيبه لو جبت لعيبه من اليوث تيمز اندر 18 حطيتهم بالفيرست ديفيجن انت مجبور تربح بطوله صح هالقد هيني ايرلي بنروح على ايرلي ايرلي ما بعرف سمعت انه بدهم يغيروه بس ما بعتقد ما بحس انه حياخذوا هيك ديسيجن لعيب بشوت ميد لونج رينج شوتس بطريقه مخيفه ما بيتردد ياخذ شوطه من بعد حيلا بول سكرين بيلعب كتير بيك اند رول مع البيجز يعني بتلاقي بس بيلعب على الفور فور فايف بيك اند رول عم تكون مشكله المشاكل للفرق الباقيه كيف بدها تدافعها دافع عليها سوليد فينيشر بيقدر يخلص كتير منيح تحت السلة بيلحق طابته he doesn't give up على فكرة من اللعيب اللي خلص انه بس يضل يضيع باسكت او حدا من تيميتس قاله يضيع باسكت he forced to get the rebounds بيعرف كيف ينزل المان اللي قاله على البوست اب بيتحرك منيح تحت السلة موبايل اجريسيف بنتريتور وبحب كتير الاوبن كورت جيمز وهيدي ميزة كل لعيب الحكمة عندها اياها بيركض كتير منيح على الفاست بريك عنده اتلتيزم مخيفه من احسن الفوروردز الموجودين بالليج وهلا ريسنتلي عم نشوفه انه صار هيز نوت اوفر دريبلينج مثل ما بلش يعني اول ما بلش كان اوفر دريبلينج هلا لا برجع بقول لك لعيبه عم تعلي مستواها بالحكمه وهيدي النقطه اللي قلت لك اياها هي دازنت جيف اب يعني خلص هون طلع بتشوفه بكروش المومنت ضيع اول وحده ضيع ثاني وحده هيز فورسينج تو سكور حط كل البوينتس تبع فريقه بالاوفر تايم باول جيم سيم مع رياضي يعني عمل كل شيء لازم يعمله من 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 نيكولاس محل دانك ولا محل ولا ما عندك علم ما عندي فكره انا بعرف انه ليك راكوسوفيتش بيك بلاير بيك بروفايل بس ما بعرف محل مين يعني هيدي لكجري كمان ادفانتج وديس ادفانتج للفريق ادفانتج انه صار عندهم هيدا اللوكجري بالسلكشن بس ديس ادفانتج انت مين بدك تنقي يلعب
اكيد جيبسون بعتقد حيكون، بس هي ايرلي دانج وكاسوفيتش. كاسوفيتش هيز نوت بيور 5 يعني. هلا اذا بدهم يعتمدوه ك 5 واذا راحوا على الفاينل 4 مع بيروت بالابجريد اللي عملوا بيروت، بعتقد حيكون في مشكله. بعتقد هو بيساعد كتير على الفور اكتر. راكوسوفيتش بتحط حده لبناني مثل جراري مثل علي حيدر، بس بتحط حده ما في فايف لبناني بالحكمة، فهمت كيف؟ يعني اذا بدك تلعبه اس فايف بالانترانيك حيعمل فرق كبير اكيد. بالهم مع بيروت حتكون في فيها مشكلة، حيعانوا منها يعني. بيك بروفايل، لعيب مختلف عن الباقيين، حلو انه نشوفه موجود عنا بالليج، بس برجع بقول لك السؤال مع مين حيلعب محل مين. طيب بنكمل مع حكمة. احمد ابراهيم، احمد ابراهيم شو سيزن ممتاز. ليك احمد ما بيتردد بحيالة سيتويشن على الملعب انه يستفيد من الاوبورتونيتيز اللي بتجيله. من احسن اللعيبة اللي بيقروا دفاع الخصم، يعني على طول بتلاقيه موجود. طلع هون بتلاقي احمد موجود على طول بسيتويشنز بتوين ذا ديفنسيف لاينز، بيقرا صح يعني. اللعيب اللي عم يلعب معه بلاقي سهولة انه يوصل له صابة. gifted، ذكي كتير، مش حيالة لعيب في يعملها هيدي الشغلة، وما عندنا لعيبة بيعملوها. كان يعملها فاد الخطيب، كان كتير منيح بهالمواضيع. فأحمد معلق كتير، أحمد فارق كتير، عم بيلعب بماتشوريتي كتير عالي. ليك هو هيدا أحمد، ما فينا نقول فارق، هيدا أحمد. اجريسيف سلاشر، عنده الابيليتي يخلص مع كونتاكت، بحب يروح على الباسكت ويخلص وذ كونتاكت. عنده هيدا السيجنتشر اللي له السبين موف، يعني على طول بتلاقي أحمد after the second third dribble هي سبين او بيروح بيلعب على السله مع كونتاكت، ما عم بطج الطابه كتير. هلا برجع بقول لك احمد الحلو هلا اللي عم نشوفه فيه انه بطل الكريزي شوتر، يعني محلات قبل كان نشوف احمد كثير عم بيطلع كاتش اند شوت كاتش اند شوت، عم شوت من محلات كتير بعيده عن الارك، كان يزعج صح. هيدي بتربحك جيم بس بتخسرك ثلاثه. هلا لو لقد ما كبر اللعيب وقد ما صار عمره بضل عم يتعلم بضل عم يتطور. الحلو انه هالفيرجن اللي عم نشوفها من احمد عم بتساعد كتير الحكمة وعم بتصعب مهمة الفرق الباقي. يعني انت بتسأل مين عندك 3 بلبنان بهيدا السايز؟ افضل 3 بلبنان اليوم بالموسم هو برأيك؟ مش اليوم، من يوم واحمد ابراهيم هو احسن لعيب على البوزيشن اللي له. ما بدي اقول احسن لعيب بلبنان لانه ما برهن بعد انه هو احسن لعيب بلبنان، سواء احسن لعيب بالبوزيشن اللي له اكيد. ما من صعب تلاقي هيك شيء مترين بهيدا بلبنان بيلعب جارد، ما كتير في هيك شيء عندنا. طيب نروح عند بوبو. بوبو البابل اوف انرجي بالفريق. يعني هيدا اللعيب رادي يعمل حيلا شيء لفريقه، بيعمل الجاربج جاب تبع فريقه. الوحيد اللي بتحسه فهمان هو وين عم يلعب، يعني هي بيلونج تو ذا تيم. بوبو بيعرف حاله وين عم يلعب، بيعرف حاله شو لازم يعمل على الملعب. جود ديفنسيف ريدرز، عطول اكسبلوزيف سلاشر، وهو المان تبع الكروشال مومنتس. يعني اذا بتشوف بكتير محلات مين عم بخلص؟ بوبو. يعني لعيب بهيدا العمر عم بكون هو الليدر، هو اللعيب اللي عم بخلص جيمات فريقه. منا شيء هين، مثل ما قلت هو احسن ديفنسيف بلاير بفريقه، كتير منيح، عم بكون كتير اضافه كبيره عم بتكون للحكمه. وهون عم بتصعب مهمه المدرب باعطاء دور لعمر جمال الدين وعزيز، لانه انت عندك احمد وجيبسون وايرلي هلا خلص صاروا موجودين بالفريق. فروتيشن عم بتكون كريم عز الدين عم ببلش بمحلات، الجارد روتيشن عم بتكون بين بوبو وعزيز وعمر، وثلاثتهم منيح كل واحد منيح بالشيء. فبس هيدا اللي بده يلعب مع فريق الحكمة. يعني انت اذا ما عندك كواليتي بنش بلايرز ما فيك تربح بطولة. فهيدا موجودة بالرياضة، موجودة بالحكمة، بعتقد ان احسن تو بنش بالليكس. ما حدا عنده هيدا الروتيشن اللي موجوده بالحكمه وبالرياضه. فبوبو بسم الله عليه عم يعمل سيزن كتير منيح. اذا الحكمه عندهم لونج تيرم بلان بمضوه هلا، اذا ما مضوه هلا بيخسروه بعتقد. يعني انا بشوف بوبو سنت الجاي حيكون عنده 3-4 offers، وبعتقد بلشوا يعني.
من مين سامع؟ مش سامع يعني انتبه انت السنة الجاي في معك. عرفنا انه جيرار عم يحكوا معه الحكمة وعرفنا انه كذا لعيب بس ليك انت اذا بتجي بتفكر فيها في تيمز لا سامع سامعية خبرتني بوبو لا لا في دورتك لا لا في تيمز عندك بالليج تشامبيونشيب ماتيريال خلاص عندك لعيبة بالفريق بيقدروا يكونوا بارت من هيدا من هول الفريق مثلا انت عندك رياضي هلا اوكي نيكست سيزون ما بعتقد هايك برات الليست اي صح سو هايك منو ليست اي بلاير عندهم وان ليست اي سبوت انت بتعتقد انه رياضي حيتردد انه يجيب بوبو لعنده ما بقى انا بشوف انه حيكون اول تارجت للفريق فريق مثل بيروت عنده علي مزهر وسيرجيو وعلي حيدر بعد تو مور سيزونز بس بعد فريق عنده بعد الجابس واحد من الـ من الـ من, الـ من الـ الاهداف لالون اكيد بده يكون بوبو يعني هومنتمن بعتقد اذا جي ضل مع الفريق نكست سيزون وما قدروا يحصلوا على كريم زينون لانه بعرف انه على طول التارجت تبع كوتشو اكيد بده يكون كريم زينون ما بعتقد حيترددوا يجيبوا بوبو يعني اتوقع انه بوبو يكون هدف الهدف الاول لكل الفرق كما هيك انا بقول اذا الحكمة عن جد عندهم لونج تيرم بلان واذا الحكمة ناوي يستمر بهيدي الطريقة وهدفه عن جد البطولة بده يجدد للعيب الاساسي اللي موجودة عندهم هلا قبل الفاينل فور اولهم بوبو لانه اذا بتخلص البطولة وبوبو منه مجدد ما حتشوفه بالحكمة احمد سيزن. حتى مفروض يجددوا ديفينتلي يعني لعيب مثل بوبو احمد ما فيك تفرط فيهم ما فيك شو بدنا نكمل الحكمة بعد ليك اذا بدنا نروح نحكي شوي عن الحكمة فينا نقول انه الحكمة اوقات على الملعب بتحسه فريق اوركسترا ماشي بلا مايسترو يعني فريق فولوور منه ليدرز يعني اذا بتشوف التامبو صار سريع بتلاقي اللعيب بلش تركض فطلع مثلا هون بتشوف الرياضي بلش عم يلعب بسرعة بعد باول جيم بلش الحكمة يلحق هيدا الريتم يلحق هيدا التامبو لازم يعرفوا انه playing fast مش معناتها اتسرع بالديسيجنز لإلي مش معناتها اخد ديسيجنز غلط مش معناتها ما اخد good decisions على الملعب يعني بتلاقي الفريق بمحلات ببعض الدقائق بالملعب up down up down up down for no reason فكتير هين يفقد تركيزه الفريق كتير هين يتسرع ويعمل اغلاط سريعة وعطول الحكمة الفترة اللي بغلط فيها هي الفترة اللي بغلط فيها الفريق الخصم يعني يلحق فريق الخصم exactly. يعني انت فريق مثل الحكمة هالقد لا في اسامي ما فيكن يعني هون بيخسروا جيماتهم فجأة بيخسروا ريتم بيخسروا التامبو لإلهم بتلاقيهم up down up down up down و turnovers و quick decisions wrong decisions بتكون عنده هويتهم هن for no reason knowing انه لما الحكمة وانا بعتقد هالمشكلة بترجع لانه ما في 1-1 بالملعب لو عندك pure 1 بالملعب ما بتلاقي هالمشاكل انت بتشوف جيبسون 2 اكثر من 1 هيز 2 1 اكيد كلنا يعني حتى الكوتش بيعرف انه هو 2 1 يعني ف علي فايحات ما بعتقد قدر يساعد وكمان واحدة من المشاكل اللي انت بتلاقيها بالحكمة انه الباسنج سكيلز تبع اللعيبه منا كتير عالي يعني كل فريق الحكمة عندهم القدرة to create for themselves بس ما بيقدروا يخلقوا لا تيم ميتس لهم صحيح ف هيدي الحلقة الناقصة يعني بدك تقول لي شو الحلقة يعني شفت انت لو عندك علي مزهر بهيدا الفريق الحكمة بيكون بغير محل الفريق اذا عندك لعيب اسيستر مثل علي مزهر بالحكمة بعتقد الحكمة كانوا بغير محل اليوم شو بعدنا نكمل فينا نكون هلأ في شو الفريق كنا عم نحكي من القصص كنا عم نحكي عن الجيم تامبو نقطة كمان أساسية الحكمة تدلك معظم مشكلهم منا تكنيكال منتل ايموشنال يعني بتشوف هلأ بالترانزيشن ديفنس تبع الفريق معظم المحلات بتلاقي الفريق بس يضيع ايزي باسكت immediately الفريق التاني بحط باسكت فيهم سو كل المشاكل على الترانزيشن ديفنس بتجي لأنه بس يخسروا بس يضيعوا باسكت بس يضيعوا ايزي باسكت ببطلوا عم بيرجعوا بطريقه صح على الديفنس وهيدا الشيء اللي عم يعطي ادفانتجز للفرق انها تحط باسكتس كتير عليهم على الفاست بيك مثلا اوبن شوت ميسنج ان اوبن شوت
بتلاقي لا ليك مثلا كريم عز الدين هو اللي ضيع الباسكت, هيز جوجينج بعده عم بفكر شو صار معه, بضيعوا كتير ايزي باسكت والبانش مت عم بيكون سريع. فانت لما تضيع ايزي باسكت ريفلكس لإلك بده يكون اسرع. منتلي انا بدي اكون جاهز لهيك سيتويشن, انا اوكي ات هابند وات نيكست, يعني على طول بدي اكون ريدي فور ذا نيكست اكشن. اوكي ضيعنا باسكت, اوكي عم ترجع تاخذ باسكت محلها, عم تفرق معك يعني 4 بوينتس. بعدين مش مسموح فريق مثل الحكمه الون اون وان ديفنسيف سكيلز تبع لعيبته تكون هالقد, هن كتير منيح ون اون وان بس عم بيكونوا فيري سوفت. يعني فيك تشوف باخر كام جيم عم بكونوا very soft. لا يا جماعة انتو بتكون تعرفوا انتو مع مين عم تلعبوا شو عم تعملوا. ما في حيالة لعيب كل ما يقرر يفوت على الباسكت يقدر to beat you 101, واهين شي عم بتكون انك to beat لعيبة الحكمة 101. طلع بكذا situation صارت بكذا محل close out defense عم بكون واحدة من من المشاكل. برجع بقول لك الحكمه مشكلتهم هي منتل اكثر من هون عم يلعبوا زون 2 3 حتى هون طلع جيبسون ايه اذا بتشوفي هاو هي اوفر هيلبد بوبو هون غلط بكذا محل, هو كان عم بدافع على وائل على على وائل, وائل على طول عم بيكون وان ستيب اوفر الديفندر كان. فانت لما تشوف لعيبه هالقد منيح اوفنسيفلي وهالقد بيقدروا يغيروا السبيد والدايركشنز لهم اوفنسيفلي وذي ستراجل, فينا نعيد هيدا الاكشن بليز من الاول, هيدا الباسكت تبع وائل تبع وائل فينا نكفي هلا بنشوفه اللي بعده. انت هلا مثلا هيدا ديفينتلي غلطه كوميونيكيشن بين اللعيبه, هلا حتبين الاكشن اللي بعد اكشن تبع هاريس. شفنا ماني هاريس هون اوكي عمر جمال الدين والسبعة ليه اوكي تشيك اون ستوب بليز هون فين وقف. اذا بتشوف انت شو عمل وائل نو باك هيدا رضوان, رضوان هي واز جامينج ذا سكرينر, يعني بس نقول هيز جامينج يعني عم بجرب يدفش السكرينر ما يخليه تو بوب او تو رول, عم يدفشه لبرا. اوكي ذيس سيتويشن انت يا جيبسون شو لازم تعمل ان ذا جامينج سيتويشن, او بتروح اندر او بتعمل جامب سويتش مع النكست بلاير. لا عملت هيدا ولا عملت هيدا اوكي عم كريم عز الدين وان باس اواي كان لازم يعمل جامب سويتش هون او حسب شو الانستراكشنز تبع الكوتش او انت لازم تروح اندر. سو هون كمان راحوا اندر بس كمان ليت. لعيبه الحكمه برجع بقولها سوري عم نحكي على هالقصص, انا اكيد طلع هون نفس السيتويشن ذي ار جامينج ذا سكرينر بس يعني اللعيب اللي عم بسكر على السكرينر واضحه الانستراكشن بامب بوش هيم اوت بيرفكت. سو انا او بروح اوفر وبعمل جامب سويتش مع بلاير هذا الحل الدفاعي او بدي اروح اندر وديفينتلي انا باكد لك ان الكوتش قال لهم هيك أخير. بس يا اخي في 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 لعيبه دفاعيا موهوبين, في لعيبه ما عندهم هالموهبه بس دفاعي. مش مسموح انت عم تمثل فريق مثل الحكمه ما تكون هلا ما تكون عندك حس المسؤوليه دفاعيا, مش مسموحه عن جد مش مسموحه. انت ما فيك تربح بطوله هيك ولا ممكن. برجع بقول لك الحكمه اوقات بيعمل قصص واو, طلع الحكمة كيف دافع آخر دقيقتين بالجيم طيب. آخر دقيقتين بآخر جيم مع الرياضة إذا بيقدروا يدافعوا فيهم 40 دقيقة بهالطريقة وإذا بيقدروا يكونوا هنجري وأجريسف بهيدي الطريقة ما في فريق بالليج بيربح. جبروا وائل يعمل تورن أوفر على الكورنر وصح مش مش بس هيك غير التورن أوفر, ما هو هون إجت قبل التورن أوفر كانوا عم ياخدوا جود ديسيجن سيلكتيف, كله كان عم بيروح على ريباوندز, جابوا قلت لك 3 أوفنسيف ريباوندز, كانوا هنجري بدهم يربحوا الجيم. هيدا الشيء لازم يضل موجود على 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 مدار السنة. اوكي اون تيم ديفنس بتشوف الحكمة يعني بمحلات عم بفوكسوا كتير على البول هاندلر, يعني كل الاتنشن هون عم بتكون على على البول هاندلر وين الطابة. هلا هيدي هالاكشن الكل عم بتصير مع كل الفرق, الكل عم يعطي اوبن شوتس لجابي سابت جابي مع الحكمة حتى حتى مع انطونية حط ايه سو بلش جابي اذا بحسن شوطاته هون اكيد بده يعلى امبارح ما توفق صفر من 5-6 يمكن ايه سو أوكي. من كفي بنشوف الاكشنز الباقيين طلع كله الفوكس له وين بعد الشوطة بتلاقي عطابي اوكي سو نحن الشيء اللي بدنا نعرفه طلع كيف البوزيشنينج تبع اللعيبه. اللعيب اللي بده يلعب جود ديفنس بده يعرف انه انا لازم اكون عم بتطلع على المان وعلى البول اللي له, هيدي منا اكاديمي هون انتو فريق بطوله سو كل الاتنشن على البول, عم بيكون في تشانس للفرق الباقي كتير تاخذ اوبن شوتس. هيك الرياضي عملوا الكامباك لهم على فكره
هيك اغلاط ما بتنعمل اذا انت مع وائل. يعني انت ما فيك تو اوفر فوكس على لعيب واحد وتترك لعيب برا مثل علي مثل امير مثل كريم ياخذوا الشوطات لهم. ستوب هون ليك بتشوف كل اللعيب الاتنشن لهم على الطابه. عم رجع طلع هون اجين هي ريجكت ذا سكرين راح فروم ذا بيز لاين طلع everyone is focusing على وائل. هون كان مفروض سبعة اللي يكون عنده يكون اسرع شوي يوقف البنتريشن تاعيت وائل يخليه ريتريت يرجع يغير الدايركشن له ديفنت. عمل هون رجع هون عمل الكامباك هيك صارت الكامباك بنفس الاسلوب بنفس الطريقه رجع الرياضي على الجيم من ورا هول الاكشنز. برجع بقول لك حس المسؤوليه بده يكون اعلى عند الفريق. فريق عنده كل شيء، عنده جهاز فني كتير منيح، عنده كواليتي بلايرز كتير منيح، عنده إدارة عم تأمن له شيء اللي ما كان مأمن للحكمة من زمان. صح. بس برجع بقول لك السؤال إنه هل معظم اللعيبة عارفين هن حالهم وين عم يلعبوا؟ بس بدي أسألك قبل ما أكمل عن كريم عز الدين. كريم بنشوفه جيم فوق جيم ناس اللعبة ليه؟ ليك أنا ما حبيت أحط شيء عند كريم اليوم لأنه أنا بعرف إنه المستوى اللي عم بقدمه كريم منه الكريم الحقيقي. يعني كريم أتلتيك فورورد، كريم عم بيكون هيدي السنة مختلف عن اللعيب اللي نحن بنعرفه. ليه برأيك؟ بعتقد لأنه أول مرة ليك سأل حالك في هل كريم لعيب بيقدر يلعب أندر بريشر؟ أنا لهلأ ما عندي جواب. الايام بتبين هل كريم لعيب قادر يحمل ضغط جمهور الحكمه؟ هيدا كمان سؤال بده جواب. سو انا بشوف مشكله كريم ما بينقصه شيء. يعني ما نحكي كثير حكي انه اي كيو، لا، لعيب بس بده يلعب وفرجه هيدا الشيء بكثير محلات. بس كريم بالسيزونز اللي قبل لعبهم كان عم يلعب بلا بريشر. يعني مع احترامي لكل الفرق اللي لعب معه السنه الماضيه كان دينامو قبل شانفيل so, بس هو لعب منتخب، يعني ولعب كأس آسيا، في ضغط لعبين ضغط الصبي معك. بس ولا مرة كان موجود على ملعب بيتواجد فيه جمهور مثل جمهور الحكمة. انت لما تلعب مع رياضي ولا مع الحكمة بدك تعرف انك انت بدك تكون منتلي ريدي لتلعب تحت الضغط. بلا كان مشكلة، انا هيك بشوفها. طيب شو بعد فيه؟ ليك اخر نقطة فينا نكون عم نحكي عنها عن الفريق. قلنا انه الفريق فريق عنده كتير حسنات بس فريق اوفر ايموشنال. يعني ردات فعل اللعيبه اوقات بتكون بوزيتيف، اوقات بتفيد، اوقات ما بتفيد. فهيدي الايموشنز الزايده عند الفريق مفروض شوي تنضبط بمحلات. يعني بمحلات دي اوفر سيليبريت، بمحلات بيعملوا دروب قصص ما لازم يعملوا دروب عليها، بيفقدوا ثقتهم بنفسهم بكتير محلات، بصير عندهم اوفر كونفيدنس ببعض المحلات. هيدا الشيء اللي بخليني يروحوا على يتسرعوا. الايموشنال تيم اوفر رياكشنز بمحل، بس هيدي بدها، هيدي اكيد بدها، اكيد بدها. بس انت بتشوف من بعدها هون الكوتش عم بيقول لهم هي وات نيكست، اوكي عملنا كامباك، عدلنا، نحن ما لازم اصلا نعمل كامباك، وي شود ليد فروم ذا بيجينينج. ليك هون 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 كريم، يعني بهيك حاله انت داون باي 2 3 مينتس بالاوفر تايم فيك تطلع فريقك برات الجيم. سو نيكست كونسبت مش موجود عندهم. يعني عزيز هون بعده تحت الباسكت، هيز ويتينج فور ايرلي، اتس اول اباوت ايموشنز. فنيكست كونسبت لازم يكون موجود انه هيدي الاكشن صارت كتير منيح، وات نيكست، what next, it happened, what next. ببعض المحلات الحكام they will focus عليك كتير اذا انت بتكون over emotional، اذا reactions لإلك بكونوا شوي زايدين. هيدي واحدة من النقاط بحس انه اللي لازم ينعمل control عليها بالفريق، لانه مثل ما قلت لك اوقات بتعطيك كيف بدنا نقول بوزيتيف امباكت، اوقات بتاثر تنعكس عليك، اوقات العكس. يعني طلع الاوفر ايموشنال، يعني ما هون بنرجع لللايف سكيلز كمان، مش بس باسكتبول سكيلز. كمان هيك بلشت اول ما حكيت عن حكمه الحكمه، فريقه مش ما عنده مشاكل تكنيكال قد ما هي منتال ايموشنال، اوفر ايموشنال. كاركترز اللعيبه كلهم الموجودين بس ينحطوا مع بعض، هيدا الجروب كله مع بعضه
منه هين ينشغل عليه. بعد هالحلقة بفهم منك انه تكون مدرب حكمة شغلة منها هينة ابدا. لك انت لما بتمرن الحكمة انت مش بس عم بتمرن 12 لعيب عم بتمرن جمهور الحكمة. انت مش بس مسؤول يعني عم بقولك مثلا هلا شفت الاغلاط اللي عم يعملوها اللعيبة اوكي طيب تيجي بتطلع بقولك ها ما بمحلات يا اخي الكوتش بيعطيك الانستراكشنز بيعطيك البلان بحط لك الرولز اللي بده يلعبها بس الكوتش ما في فوت يلعب على الملعب يعني في قصص اغلاط يعني بس اخر شيء ما هي بس يخسر ما بترجع على الكوتش فكله بيبيهم بعود الكوتش فانك تكون كوتش الحكمه بدها تكون جاهز انك تتحمل كل انواع الانتقادات اذا ربحت انت البطل واذا خسرت انت مدرب بيتحمل ما بتسوى بارح بالحكمه امبارح مباراه المريميين بالتايم اوت سمعنا مدرب صباح خور عم بقول لهم دونت يعني ما تشوتوا من 3 بوينت عملوا اتاك لو فرق 3 خلينا نجيب سله شفنا توماس شوت اخذ شوت ايه سو كمان امور ما في مدرب يتحكم ما هيدا اللي عم نقوله يعني اللي بده يكون شغل الكوتشنج منه شيء هي العالم بتفكر انه هو بس بيجي بمرن تمرينته بمشي الجيم خاصه لما تكون عم بتدرب فرق عندها فان بيس كبيره الضغط بيكون اعلى واكبر بنرجع للنقطه انه انت فريق عندك كل شيء يعني هلا المشاكل الدفاعيه اللي فرجيناها هي ما مفروض تكون لانه اللعيبه كلهم لعيبه اتلات على مستوى عالي كلهم بيقدروا يعطوا مجهود اكبر بعد اللعيب اللي عنده هيدا الاكسبلوزيفنس وهيدا السبيد وهيدا الابيليتي انه نغير دايركشن اوفنسيفلي لازم يكون عم يعملها ديفنسيفلي طيب فهمت شو قصدي مع انه الفريق بفوت فيه بس 76 نقطه لهلا بالليج هو يمكن من افضل دفاع بعتقد يس بعتقد هو افضل دفاع بس منه اناف بس تلعب الجيمات الكبيره بالجيمات الكبيره عم تكون مختلفه طيب قبل ما اختم انا وياك خليني اذكر كوتش عزت هذا جيرزي بيربحها اللي بيجاوب على سؤال الحلقه اليوم سؤال الحلقه هو الحكمه وعطرانيك بيروت اي متى لعبوا نهائي بطوله لبنان لكره السله اي موسم خميس انا وياك مبدئيا رح نحكي عن مباراة حكمة والأنترانيك الأولى فندى بالديتيلز كيف لعبوا الفريقين رح نحكي عن هومنتمن وشونفيل بتكون قبل بيوم بتصور من المباراة الثانية رح نحكي مرور الكرام عن مباراة رياضة NSA بيها كانت وان سايد جيم مشان هيك يعني معتذر من جمهور الرياضة طبعا ما فينا نقلل من السري تبع بيروت وأنتونية لأنه أنتونية فريق من أكتر الفرق المنظمة عندك تحضير لكن أنت بك تحضر مزبوط بالحلقة الخميس ما بدي أطلب منك لا تتكهن لا تقول لي مين لا ما حفوت بال أنا بدي أقول لك أعطيك ألف عافية ثانكس ان شاء الله هالحلقه تكون تنال اعجاب الجمهور اللي عم يحضر انت الحق عم يحضرك انا بس بدي اقول شغله نحن كل شيء عم نقوله هو ديسكريبشن للي عم بصير على الملعب صحيح. ابدا ما حدا بده ينتقد حدا وما حدا بده يجي محل حدا وما حدا بده يعلم على اغلاط حدا او شيء لا بالعكس اصلا لو ما هول اللعيبه ولو ما هول الكوتشز وهول الادارات يعني ما في باسكتبول بلبنان يعني وجودهم هو الاضافه الكبيره هو اللي مخلينا نكون هالقد نحن متقدمين باللعبه بس نحن جمهورنا على طول متعطش وعطول بده الاحسن باللعبه صحيح. فكل اللي بنعمله هو جاست ديسكريبشن اذا بتحضر امبارح برشلونه وريال مدريد بالليج الاسباني بيطلع عندك قصص تحكي عنها اكثر من هول التو جيمز يمكن فعطول في الصح وفي الغلط وما في جيم بتنعمل بلا اغلاط صحيح. ابدا لعبه الباسكتبول هي لعبه اغلاط مين بيعمل اغلاط اقل هو اللي بيربح بدي اشكرك كوتش عزت الخميس نحن بنشوفكم مدرب فريق بورصة أولوداغ التركي السابق طبعا بدي اشكر حضورك مره جديده نحن بنلتقي نحن وياكم يوم الخميس لنحلل نحن وياكم المباراه الاولى بين هومنتمن والمريميين لنحكي عن المباراه الاولى ايضا بين الحكمه وانترانيك نحكي عن المباراه الاولى ايضا بين بيروت
والأنطونية. جمهور رياضي فاينل فور الحصة الأكبر لكم رح تكون. متعنا معكم يوم الخميس ببودكاست جديد أنت الحكم. ما تنسوا لايك وسبسكرايب لتشانل أنت الحكم. بحال جاوبتوا على سؤال الحلقة رياضي والحكمة أنطونيك والحكمة متى أو أي موسم لعبوا نهائي بطولة لبنان لكرة السلة، إذا جاوبتوا صح وعملتوا لايك وسبسكرايب تربحوا هيدي الجيرسي لفريق الحكمة. شكرا وإلى اللقاء.